تعليقا على الخروقات السورية داخل الأراضي اللبنانية، حمل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع المسؤولية لوزير الخارجية ولكل من يتعامل مع الأمر باستخفاف وكأنها أهلية بمحلية، علما أن موضوع السيادة لا يحتمل المزاح، وإذ دعا إلى التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لتفادي هذه الأخطاء، حذر من خطورة اختطاف مواطنين سوريين على الأراضي اللبنانية، خصوصا وأن الأمر متعلق بصلب وجود الدولة وسيادتها. هل واقعة بحد ذاتها أنه وجود ضابط مع أشخاص تانيين قاموا بعملية خطف على الأراضي اللبنانية لازم تخلي القضاء العسكري يتحرك بأسرع وقت ممكن؟ الحكومة كلها مطالبة، وزير العدل مطالب، النائب العام التمييز مطالب أنه تلحق هالقضية، بس تعين عقد التحقيق وتلحقها وتكفي التحقيق على الآخر وتحولها إلى المحاكم المختصة. جعجع حذر أيضا من زيادة الشرخ الوطني في حال رفضت الحكومة تمويل المحكمة الدولية، متجاهلة بذلك أكثرية شعبية طالبت بالعدالة والحقيقة. وبالتالي خليها تعرف الأكثرية بالحكومة الحالية أنه إذا عم تتسلم موضوع المحكمة الدولية عم بتحضر هي بحالة بإيدها فتنة نايمة هي عم توقظها. الأمين العام لـ 14 آذار اعتبرت اليوم ببيانة أنه الحكومة رح تكون ساقطة في حال رفضت تمويل المحكمة. شو المقصود بهالشي؟ هل بتعنوا أنه رح تلجأوا للشارع لإسقاطها؟ أو شو هي الخطوات اللي رح تقوموا فيها في حال رفضت تمويل المحكمة؟ أنا برأيي يمكن ما يكون في زوم حدا يعمل أي شيء في حال رفض تمويل المحكمة داخل الحكومة. يمكن هي ما تكفي لوحدها. جعجع أكد أن الحكومة حتى ولو أصبحت حكومة تصريف أعمال فهي لن تستطيع التهرب من التمويل، لأن الالتزامات المالية تقع في إطار تصريف الأعمال. وعلى صعيد آخر انتقد تخبط الحكومة في ملف الأجور، محذرا من أن ارتكاب الخطأ تلو الآخر سيدخل لبنان حلقة جهنمية تؤدي إلى إفلاسه. المطلوب بسرعة من الحكومة أنه تتشكل لجنة مشتركة قوام الوزيرين أو ثلاث وزراء من الحكومة اللي هن معنيين، مع أرباب العمل 2 أو 3 ممثلين عن أرباب العمل، مع 2 أو 3 ممثلين فعليين للعمال، فعليين مش نظريين. بتتألف لجنة خلال ماكسيموم يعني 10 أيام أو 15 يوم بتكون حط التصور كامل. إلى ذلك تطرق جعجع إلى المماطلة الحاصلة في الدعوة القضائية لاسترجاع المؤسسة اللبنانية للإرسال. صار لسنة هالدعوة، سنة واقفة بمكان واحد، هلأ هو بالهيئة الاتهامية ببيروت. إنه سنة بتضل وبعد ما تحركت لشمال وليمين أمر مش مقبول. أنا بدي أحط هالأمر بين إيدين وزير العدل الحالي وبين إيدين النيابة العامة التمييزية. وكان جعجع التقى في معراب النائب فؤاد السعد.